أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله
الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين
رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين
المنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.